مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية إلى حارة نسبيا، وبلغت العظمى في عمان 34 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء حارة وصافية، بتوصل درجة الحرارة لعشرين درجة. غدا بتكون الأجواء حارة نسبيا وبتوصل درجة الحرارة بالنهار 30 وبالليل 18 درجة. يومي الأربعاء والخميس أجواء حارة نسبيا وبتنخفض درجات الحرارة، بتوصل درجة الحرارة بالنهار 27 وبالليل 19. ننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد. إربد الليل 19 وغدا 32، عجلون 18 وغدا 29، المفرق وجرش الليل 17 وغدا 32، أجواء مشمسة. السلطة الليلة 20 وغدا 29، الزرقاء 19 وغدا أجواء مشمسة 33، مطار الملك علياء 17 وغدا 32، البحر الميت 26 وغدا أجواء حارة جدا 40 درجة. مادبا الليلة 20 وغدا 31، الكرك 18 وغدا أجواء مشمسة 29، الطفيلة 20 وغدا 27، جبال الشراح 18 الليلة وغدا 27، البترا الليلة 19 وغدا 29، معان أجواء صافية 20 وغدا 37، وادي رم 21 وغدا 35، العقبة 29 وغدا 40، أجواء مشمسة. ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية. بيروت بنهار 30 وبالليل 25، القدس 28 وبالليل 20، دمشق أجواء مشمسة 36 وبالليل 15، القاهرة 35 أجواء مشمسة وبالليل 23 درجة. بغداد بنهار 42 وبالليل 25، الكويت أجواء حارة جدا 46 وبالليل 34، المنامة 40 وبالليل 33، الدوحة 42 أجواء غالبا مشمسة وبالليل 30 درجة. أبوظبي 40 وبالليل 33، مسقط 34 وبالليل 28، الرياض 44 وبالليل 30، صنعاء 26 بنهار وبالليل 18 درجة مئوية. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، عودة للنا. شكرا لك مريان.